السلام عليكم ورحمة الله. غادي تشوفوا الآن الدرس السادس من برنامجنا أوتوكاد. ما تنساوش أنكم تدعمونا بلايك واشتراك في القناة كي يصلكم كل جديد. دونك نبداو على بركة الله. غادي نشوفوا الآن لا كوموند غيزو وإمتى سنستعملوا هاد الكوموند هذه. نشوفوا نديرو يعني ان اكزامبل، ناخذ واحد ريكتانجل مثلا في 4 4 على 4. فوالا هذا هو الريكتانجل ديالنا. نديرو يعني طونجل ديس على ديس. مثلا بغيت نعمر هاد الريكتانجل هذا بهذا، كاينه الطريقه دي مثلا ديال كوبي. يعني نجي هنايا كوبي هنا 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 هنا، ولكن غادي يعني كياخد ليا الوقت. اذا انا كل ما ربحت الوقت كل ما مزيان. يعني صغر لي الشيء شوية. 01 ها كيما لاحظتو معاه. نجي هنايا مثلا هنا لا لا لا، اللي كياخد ليا الوقت بزاف. غادي نجي لا كوموند اللي هي غيزو غيزو. غيزو كنكليكي في غيزو، فوالا ريكتانغولير. كنسيليكسيوني لوبجي اللي هو هذا، تندير بوطون دغوا ضروري. سيليكسيوني ان بوني بور موديفي لي ريزو. فوالا هنا غادي نجي غادي ندير الموديفيكاسيون ديالي. عندي مثلا هذه خصني نجيب حتى لهنايا. الا لاحظتوا معايا، الا مثلا الا شديت هنايا وجيت في الاكس، لاحظوا معايا اوتوماتيك كيتزادوا لي كورون. لاحظوا معايا، نجي مثلا حتى هنا. فوالا هذه الطريقه الاولى بالنسبه للاكس. بغيت نجي مثلا الايكريك هنايا، كنجي هنايا لاحظتو معايا فوالا كيما كتلاحظو معايا. كاينة الطريقة الثانية، غادي نجي للغيزو سيليكسيوني اوبجي بوطون دغوا وندخل لي كولون. مثلا كتعرف لا ديستونس من هنا لهنا ومن هنا لهنا، ودي فيزيت مثلا عندي لا ديستونس ديال ريكتانجل ديالي، ودي فيزيت هادي لهادي. وخرجت مثلا خرجت لي عندي 1 2 3 4، مثلا خرجت لي هنايا 15 الكولون. مثلا 15 الكولون، وهنايا مثلا خرجت لي 15 نيت. فوالا كيما لاحظتو معايا. جيت مثلا بغيت مثلا عندي هادي، هادو ما وصلنش ليا هنايا، ولكن لا ديستونس ما بين كل ريكتونغل بغيت مثلا تزاد في لا ديستونس. دونك غادي نجي لهنايا، الى لاحظتو معايا عندي 0.6 غادي تزاد اوتوماتيك. الى لاحظتو 0.6 كما لاحظتو معايا، يعني كتزاد هنا عاوتاني. فوالا يعني كنزيد لا ديستونس ما بين كل كولون. وهذا هنا هذا واحد، كاينين جوج الا لاحظتو معايا، كاين هذا وكاين هذا. هادو اللي جا اللي هذا بالنسبه لا ديستونس الا لاحظتو معايا ديال، باش تفهموا اكثر ياك. وكاين هذا ديال لا ديستونس اللي هنا، فوالا باش تفهموا معايا كتر الى لاحظتو. وبالنسبه لهادو، هادو ديال لي كولون. فوالا جينا جمعت لي كولون كاملين في كولون واحد الى لاحظتو معايا. ندير مثلا ديس هنايا، فوالا كيما لاحظتو. هادي هي لا كوموند غيزو بالنسبه للريكتانغيلير. غادي نشوفو لا كوموند غيزون
بالنسبة لو لونغ دان تراجيكتوار، يعني غادي نجيو غادي ندير ديسان، نمشيو لهنايا فوالا، نمشيو لهذا اونتخي. مثلا عندي هاد الريكتونغل، هذا هاد الريكتونغل مثلا عبارة عن أغبة، يعني شجرة مثلا، ناخدها من السونتر قطعناها فوالا. بغيت مثلا هاد ندير لي يعني نديفيزي على هاد لوبجي عندي هنايا، غادي نجي لغيزو بلا ما مثلا نبقى ندير كوبي، نجي مثلا ندير كوبي فوالا، ونبقى نحط يعني كتجي شوية معطلة. دونك غادي ندير سيليكسيون لوبجي، نجي لا كوموند ريزو اللي هي لو لونغ دان تراجيكتوار، فوالا سيليكسيوني لوكو واللي هو هذا كيما لاحظتو معايا، فوالا عطاتني 196 وحدة. انا بغيت دابا ندير الموديفيكاسيون هنايا ولكن ما كتعطينيش هنا. بغيت مثلا هنا ما تعطينيش، بغيت مثلا ندير غير 196، بغيت مثلا ندير هنا غير 100 ولكن هنا ما كتعطينيش. غادي نجي غادي نكليكي هنا في اليمون فوالا، كليكي في اليمون وندير 100 مثلا كيما لاحظتو معايا، هادو هما 100. لا ديستونس ما بين كل ريكتونغل، يعني خصني اللي بيناتهم مثلا هنا غادي نجي ندير 0.5، يعني 0.80 مثلا فوالا كيما لاحظتو معايا، يعني راه تباعدو مع بعضياتهم. نديرو اكزامبل اخر، ندير مثلا جوج فوالا كيما لاحظتو معايا. دونك غادي نشوفو تروازيم اللي هي بولير، اللي على شكل سيك، اللي على شكل سيركل كما لاحظتوا معايا. غادي نجي مثلا ندير سيركل هنايا في الغايون ديالها، ها غادي نجي هنايا ريزو بولير سيليكسيوني، اوجي كيقولك سبيسيفي لو بوان اللي مثلا هي هادي فوالا كيما لاحظتو. بغيت مثلا هنا نزيد ديال الاليمون ديال ديس هنايا، يا بغيت نبعد بيناتهم كيما لاحظتو معايا. دونك هادي هي لا كوموند ريزون. هنا كاين الاليمون اونغل اونتر اونغل برومي لنيفو، يعني هادو اللي كاينين هنايا هما اللي كاينين هنايا، لنيفو هي اونتر توتال فوالا كيما لاحظتو معايا. كنتمنى الشرح ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. ميرسي بور فوتر اتونسيون.